هانتوما البنات، راني شريت اللبن عاود هنايا، راه 5 لتر، راه دايره كي ربع عاود بحال العام الاول. كنت شريته وشاركته معكم، ولكن هاد العام تاني عاود راني شريته، راني سادة عليه هكذا باش يروب، فهمتوا؟ باش يروب وندير معكم تاني الزبدة بحال العام اللي فات. ودابا عندي هنايا شوية ديال السردين. عندك السردين طايب وبايت وبقى شايط لك، ما بغوش الدراري ياكلوه. اجي اختي معايا نوريك شنو غادي ديري، كيجي بنين ورائع، وتعاودي ليه الطياب بطريقه اخرى. والصراحه السردين كيتكل على جوج طرق، اما يلا تقلى جديد يعني تقليه وتاكليه مع البصله كيجي بنين، ولا مثلا بحال هكا بايت غادي ديري بالطريقه هذه اللي غادي نشارك معاك دابا، اش غادي كتعطيه واحد المذاق، واحد المذاق خطير، وكيجي بنين بزاف احسن من العود الطريقه ديال القليان. خليك معايا اختي، انا غادي نوريك شنو غديري، دوزي معايا. اول حاجه انا غادي نقطع هنايا الفلفل الحمراء، انا بغيت نزيد الفلفل صافي، ما ماشي بالضروره تكون عندك ديري الفلفل، ماشي بالضروره اختي ديري الفلفل، غير انا دابا عندي في الثلاجه وقلت غادي ندير نقطعوها هكذا المكعبات ياكي، ونشحروها اختي هنايا مع شوية ديال التومة. مغاديش ندير بزاف ديال الشرميلة باش مت، حتى انا هادي الطريقة انا اللي كتعجبني، وراه عرفتي كيجي خطير. الزيت اللي ديال سالات ليا، الملحة طبعا متكتريش الملحة لأن أنا الملحة أنا كنت دايراها تما، سكينجبير، شوية تحميرة، صافي غادي ندير هاد الشحر، غنزيد عليه واحد شويه ديال الربيع، حتى هي شويه ديال الربيع. هنايا غادي نقطع المعدنوس، غادي نقطعو صغيور، من بعد غادي ندقوه. المعدنوس الصراحة ملي كنا حنا في المغرب الصراحة كنا كندقوه، كيجي كيعطي واحد المذاق أحسن وأحسن ملي كيتقطع يعني بالموس. علاش؟ لأن ملي كيدق كيطلق داك الما ديالو، ديك يعني داك يعني داك الفوائد ديالو، كيعطي واحد المذاق زوين بنين أحسن من يعني ما تقطعيه صغيور. المهم هنايا غادي نزيدو هنايا مع ديك الفلفلة وديك الشرميلة، وغادي نديرهم يتشحرو، وغادي نجبد هنايا يعني مطيشه. مطيشه انا جبت هنايا غير الحبات اللي غادي ناكل انا، يعني تبارك الله راه كتعطي الخير والبركه ملي كتقطعيها، يعني ما بغيتش نكثر. ودرتها هنايا كتشحر يعني في المقله، خليت حتى تقلد ديك مطيشه وديك حد الفلفله والثومه، وزدت نقلي عليها ديك الفلفله، ما بغيتش نديرها يعني من ديك المطحونه، من الاحسن هكذا ديك الحبات، يعني ملي كتقطعيها طروفه كتبقى شاده يعني صاينه، يعني ديك الاخرى ملي كتكون ديك الصلصه مطحونه ما كتجيش الصراحه زوينه، المذاق ديالها زوين ما كيجيش بحالها، بحال هاد المطيشه اللي كتكون كامله حبات كتقطعيها كتبقى شاده الحبه على رختها، يعني الطروفه ديال المطيشه كتجي بنينه. المهم كنت غطيتها هنايا واحد شويه حتى يعني تقلات شويه ديك المطيشه، وشربت ديك المريقه ديال الثومه والفلفل والزيت والعطور والربيع، وزدت عليهم هنايا داك السردين اللي كان عندي مقلي وبايت البارح. صراحه من كنقولها ونعاودها، هاد الطريقه بهاد الطريقه ديال السردين يعني بايت كيجي روعه روعه بنين. علاش؟ ديجا كانت تقله وفيه المذاق ديال القلي وديال الزيت، وملي يعني كاين الناس اللي ما كيبغوش ياكلوه هكاك بارد وبايت، وكيبقى بحال بدا غيبدا يقصح شي شويه، يعني ما غاديش يقصح بزاف ولكن بحال غيبدا شويه كيقصح. كاين ناس ما كيعجبهمش بهذا هكذا بايت،
كديري ليها الطريقه مطيشه، كي ملي كتحطيه في وسط مطيشه كيرطاب، كيشرب المريقه ديال لاصوص يعني ديال ديك مطيشه مقليه، وكيشرب ديك المذاق ديال العطور ولاصوص وكيرطاب. وكتزيدي عليه البيض، انا كنفضل نزيد عليه البيض. اللي بغى يقطع الحوت مثلا، حيدي داك السنسول ويقطعو طريفات طريفات ويرميه في وسط الصلصه، هذاك احسن. اللي ما كيبغيش يبدا ينقي، حيت كاينين الناس اللي كيبغيو ياكلوا ما كيبغوش ينقيو، بحالي انا بعض المرات شي ماكلات انا ما كنحملش نبدا ناكل ونقي. صراحه هنا راه ما عارفين، كان بالي انا ما درتهاش، ولكن ماشي مشكل، انا شاركت معكم الطريقه. نتوما السردين حيدوا ليه السلسول وخليوه طريفات صغارين ورميوه في المقيله. ايوا اخو اختي كيجي بنين، جربي بهذه الطريقه هذه كيجي خطير. واه عرفتي المذاق ديالو كيفاش كيجي؟ انا نقول لك كيفاش كيجي. كيجي بحال ديك السردين، لي بواط ديال السردين بمطيشه وبحال هكاك، ولكن الا زدتي عليه البيض كيعطيه واحد المذاق شي عود فن. وتقدري ديريه كطبق رئيسي، يعني تغداو به او تعشاو به، كيجي فن بنين بنين، حسن 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 من اللي كيكون. وهذا كيجي كاع حسن من داك البواط ديال السردين، صراحه كيجي ألذ منه. ولكن المذاق اللي جيتي تاكليه، المذاق ديال السردين، دوك البواط ديال السردين مطيشه، عرفتي كيجي فن خطير خطير. ايوا صافي، مع هنا كاس ديال السم وديال النرنخه. ايوا صافي اختي، غادي نمشي نتغدى دابا ونشوف تاني عاود شنو ندير. صافي ها هو كيجي بنين مع شويه ديال الزيتون الكحل، وهنا الرغيفه تخلص طيبته، وكاس ديال النرنخه، وغادي نمشي نتغدى بصحتنا وبصحتكم. بعد غديت دابا ساليت، عرفتي داك الاكله كتجي بنينه بنينه، البنات غير جربوها فن، كتجي بنينه وخطيره لذيذه بزاف. المهم كانوا كتبوا لي شي بنات في الخاص قالوا لي ما كتحطاش الفيديوهات بزاف اختي. اول حاجه انا رمضان في الاخر ديال رمضان قضى عليا، ما نكذبش عليكم قضى عليا ديال بصح، قضى عليا ديال بصح، لان انا اصلا في الانيميا كما قلت لكم، وكانت كنتسنى التحاليل ديال الطبيبه باش تخرج ليا الدواء، ما خرجت لياش يعني سميتو، ما كانت تاخرت ليا يعني التحاليل، يعني بقات سيمانه، جات مع السيمانه مع الاخر ديال الشهر، وكانت تلفات ليا ترخيطه سانيتاريه، مشيت طلبت وحده، وخا هكا كيعطوك واحد الوريقه باش مشيت، يعني باش مشيت تطلبي باش تمشي تخرجي السيتا. ولكن ما نكذبش عليكم كان النعاس خسر فيا، وكنت مسخفانه مريضه، يعني خليت حتى الاخر حتى خرج رمضان، حتى بديت كنرد شويه الصحه ديالي. دابا عاد غادي نمشي شديت السيتا وغادي نمشي لعند الدكتوره ان شاء الله يا رب العالمين. وهي هذيك النيت كنت كنصاوب كنبريباري المغرب، يعني ان شاء الله يا رب العالمين، يعني الصيف راه على الابواب، وكنبريباري المسائل اللي غادي يعني اللي غادي نحتاجها، بحال الطوموبيل بحال لاسورانس بحال لافيزيت. المهم حيت هادو ضروري مهمين، وهاد المسائل ديال الطوموبيل راه كياخدو شويه ديال الوقت، لان لا فيزيت الا كانت خاصك شي حاجه خاسره ليك ولا شي حاجه، يعني خاصك تصاوبي على الوقت. مثلا انا كانوا خاصني جوج روايد القدام طلبتهم، والحمد لله يا ربي يسر الامور، اللهم لك الحمد، تيسرت الامور صراحه في الطوموبيل هادي، وفي هاد المره هادي تيسرت الامور. هذيك البيرلينغو اللي كانت عندي قبل كان عندي الديفو ديالها في الدخان، كانت كتخرجي بزاف ديال الدخان، يعني ملي كيبقى يديروا داك التجربه ديال الدخان كانت دائما كتخرج ليا الدخان، كانوا كيرفضوها ليا. والحمد لله شكر لله، هذه اللي عندي دابا انا، هاد الطوموبيل هادي الصراحه صدقات ميسره، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ما ردونيش يعني في نهار مشيت بدلت، المهم قبل ما مشيت بدلت بعدا الرويد، لان اصلا انا عارفه بان راه خاصني نهار الرويد، مشيت بدلت ليها الرويد، ما بدلتلاش الزيت لاني انا ما كنتحركش بها بزاف، ولكن الحمد لله شكر لله بدلت لها غير الرويد ديالها، والحمد لله تيسرت الامور. وفي نهار واحد عطاوني ديك التيكيتا ديال الاثيوبي، والحمد لله والشكر لله. دابا دازت يعني واجده المغرب ان شاء الله، ولا صورانصا هو ان شاء الله ما باقي ليه والو. ايوا المهم انا كانت عندي هاد 15 يوم الاخريه، يعني ملي من العيد لهنايا 15 يوم كانت عندي البنات غير الجري ديال بصح، كان عندي السيتات يوميا، كان عندي السيتات منهم الليني منهم الطبيبه منهم اليوتيوبي منهم، مشيت نبدل الورق ديالي حتى انا في كستران خيريه، مشيت بدلت الوريقات لولادي حتى هما، عاود هما كيشدوهم في نهار اللي عندهم الجنسيه. على فكره واحد النصيحه، الناس اللي عندهم وليداتهم عندهم الجنسيه اسبانيه
وعندهم ترخيط تاع فاميليا نيميروسا، راه ما كيدي ما كيتخ ما كيخلصوش على الباسبور والدينية ديال ولادهم في الكوميسارية، يعني الكوميسارية يعني بما انهم هما اسبان راه ما كيتخلصوش عليهم، ولا ما كانش عندهم الجنسيه، او لا ما خلصين الخاص لا كانت عندهم، الا ما كانش عندك، بغيت نقول الا كانت عندك الفاميليا نيميروسا راه ما كيتخلصوش منك، يعني كيعطوك الباسبور فابور والديني كيبدلوه لك فابور. اما اللي ما عندوش فاميليا نيميروسا راه كيصاوبوهم ما بين الديني والباسبور يعني اسباني 30 الاورو 30 الاورو، وكيعطيهم لك في نفس النهار. كتدي غير الفوتوكوبي ديال الدراري، يعني الفوتو ديال فوتو كارني ديال الدراري، انا قلت فوتوكوبي، فوتو كارني ديال الدراري وشهاده السكنه فقط لا غير. هذا بالنسبه للناس اللي غادي يبدلوا وليداتهم يعني في الجنسيه، يعني عندهم الجنسيه وكيبغيو يبدلوا الوريقات. اما انا فاش بدلت الكارني ديال يعني بطاقه الاقامه ديالي، راه كديت غير الفوتو كارني ديالي وديت شهاده السكنه حتى هي فقط لا غير، ما طلبوا لي حتى شي حاجه، لان باش كيبغيو يتاكدوا من العنوان ديال السكنه فين ساكنه نتيا، وهو اللي كيديروا لك في البطاقه ديالك. صافي هما راه شدوه في نفس النهار، وانا راه قالوا لي من هنا 40 40 سنه، من هنا 40 يوم. المهم انا راه كنتسنى يعني باش تمشي للمغرب، يعني خاصك هذاك الشهرين الاخريه كلها غير ديال التوجيه، الا كانت خاصك شي حاجه ولا كانت المهم غتبدلي شي حاجه، شي وريقات، شي باسبور مثلا، الطوموبيل انا كنصاوبها، يعني كتخلي الامور ديالك مضبوطه، كنتي كتشدي مشير مساعده كتعلميهم، المهم باش كتخلي المسائل ديالك مضبوطه هنايا، باش ملي كترجعي كترجعي كلك مرتاحه مع راسك، يعني باكونس دوزتي مرتاح، وكتجي كتجي عاود كتلقاي المسائل مضبوطه، كلشي في امان الله. اشنو غادي تلقاي؟ غتلقاي غير الكراي الاكتكاريه والماء والضو، خلاص الرواسب راه غادي تلقايهم بحالك بحال جميع الناس. ايوا هادشي اللي كاين البنات، هادشي اللي كاين اللي كنت بغيت نقول لكم. وشنو اخر كنت نسيت، كنت بغيت نقول واحد السيده بالنسبه لديك الفيتامينات اختي، انا غادي نبدلهم، راه قريبين يسالوا وغادي نبدلهم اختي، انا ما داروا لي حتى شي حاجه والو، ما الصراحه انا ما ها هما باقيين هنايا، ها هي هنايا، ها هي باقا هنا حدايا، ها هي اختي ما باقي فيها، وانا غنكملها صافي وغنرميها، ما باقيش نشدها، ما نكذبش عليكم ما دارت لي حتى شي حاجه والو، سوق خاوي. وهي وديك اللي كنت قلت لكم ديال كتب لي واحد السيد بان هذاك راه البروبوليس، انا ما عرفتش شنو هو البروبوليس، يعني ما عرفتش هذاك هو البروبوليس، لان انا ملي كنتبع الدكتور فيه كيقول لك بروبوليس مزيان، انا ما كنتش عارفه واش هذاك البروبوليس، وزيدون هذاك ما مكتوبش فيه بروبوليس، داكشي باش انا كنشريتو على حسب قال لك فيه الانرجي، يعني كنت منيت ياك ما يعطيني الانرجي في الاخر ديال رمضان، ساعه ما دار لي والو. المهم انا جربت هذوك لي باري اللي وريتكم، يعني دوك اللي كنشريت من ديا، سوقهم خاوي، ما كاين يعني ما كان منهم حتى شي حاجه. ايوا هادشي اللي كاين البنات، اللي باقي تقرب مثلا قريبه وناويه تمشي للمغرب، تبريباري المسائل، ما تبقاوش تقوقوا وتشراوط، ما تبقاوش تشريو بزاف الحوايج، لان راه شحال من خطره كنمشيو حتى للمغرب، حنا كنشريو من هنا، ملي كنمشيو للمغرب كنلقاو حوايج بزاف يعني احسن. المهم داكشي كيبقى الاختيار لكل واحد. هادشي اللي كاين، لان انا العام اللي فات ما كنتش عوالة نمشي للمغرب، يعني كنت عوالة نخدم في الصيف، خدمت فيه، وهاد العام عوالة نمشي للمغرب ان شاء الله، حيت عندي شي مسائل ضروريه خاصني نمشي نقضيها. صافي راني كنوجد المسائل ديالي على تساع، وان شاء الله يا ربي نمشي ندوزو باكونس ديالنا ان شاء الله. المهم هذا هو كان النهار ديالي بسيط جدا، شاركت معلمي وشاركت لكم، عطيتكم معلومات على حساب التبديل ديال الوراق وعلى حساب المسائل، وهادشي شاركت معكم ديك الوصفه يعني البسيطه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. وهاد المره ان شاء الله ما غاديش نبقى نتعطل بزاف، غير الظروف الماء وصافي، غير مع المرضى صافي، وهادشي اللي كاين. المهم السلام عليكم.